النهاردة هناخد المحاضرة التانية، هنشرح فيها مراحل اتخاذ القرار. زي ما قلنا قبل كده، أي قرار بناخده بيبتدي بإن احنا نحدد المشكلة، ولازم نهتم بالخطوة دي، لأن احنا لو حددنا المشكلة غلط هنلاقي إن كل اللي احنا هنعمله بعد كده هيطلع نتيجة غلط، لأن احنا محددين المشكلة أصلا بطريقة خاطئة. أهم حاجة لازم نركز إن احنا نحدد المشكلة ونفرق بين المشكلة وبين السيمتم أو الانديكيشن أو العرض اللي بيبين إن عندنا مشكلة. يعني مثلا انخفاض المبيعات، انخفاض المبيعات ده مشكلة؟ لا، ده مش المشكلة، ده الحاجة اللي وضحت لنا إن احنا عندنا مشكلة. سببها إيه بقى؟ سبب انخفاض المبيعات هي دي المشكلة الحقيقية. هل مثلا سوء إدارة؟ هل المكان بتاع المحل مثلا مفهوش باركينج فالناس ما بتشتريش؟ نشوف ايه المشكلة الأساسية اللي أدت إن يبقى فيه انخفاض مبيعات، إنما انخفاض مبيعات مش هو المشكلة. طيب احنا ابتدينا وحددنا المشكلة، هنبتدي نجمع بيانات. يعني مثلا احنا لو عندنا مشكلة، قلنا مثلا محتاجين إن احنا نشتري عربية عشان مش لاقيين مواصلات في المكان اللي احنا شغالين فيه، هنبتدي نجمع معلومات. هنروح مثلا نقرا جورنال السيارات، ننزل نسأل صحابنا معارفنا، نروح أجانس العربيات نتفرج على العربيات ونشوف الفيتشرز بتاعتها. في الآخر هتبتدي إيه، تحط مثلا 3 أوبشن هتشتري منهم. بعد كده تبتدي تفاضل بين 3 أوبشن دي حسب المعايير اللي أنت شايفها. يعني هل مثلا أني أرخص واحدة فيهم في السعر، لأن السعر أهم حاجة عندك، هل مثلا استهلاك البنزين، وتبتدي تختار واحدة مناسبة ليك عشان تحل المشكلة وتبتدي تنفذ الحل ده ان انت تشتري في عربية. طيب انت اشتريت العربية، الموضوع خلص؟ لا، هتبتدي تستخدمها عشان تبتدي تشوف القرار اللي انت خدته ده صح ولا غلط. لو صح خلاص مفيش مشكلة، لو غلط لازم نتعلم من اخطائنا ونشوف ايه اللي كان غلط عشان لو حطيت في الموقف ده تاخد القرار الصحيح المرة الجاية. اول حاجة بقى هنشرح بقى واحدة واحدة بقى بطريقة إدارية. أول حاجة عندنا اللي هي تشخيص المشكلة، دي بتبقى المرحلة الأولى في اتخاذ القرارات الإدارية، ودي تعد من الوظائف المهمة. طبعا المدير هو اللي بيعملها أو حد من الإدارة العليا عشان يبتدي يعرف طبيعة المشكلة ويساهم في تشخيص المشكلة. إن احنا نبتدي نعرف إيه اللي أدى لظهورها، نبتدي نشوف أهميتها عشان نبتدي نشوف هنعمل ايه. وزي ما احنا قلنا لازم ما نخلطش بين الاسباب والنتائج. زي انخفاض المبيعات ده مش المشكلة، ده نتيجة المشكلة، فنبتدي ندور على المشكلة الاساسية. بعد كده هنبتدي نجمع المعلومات والبيانات اللي بتساعدنا في ان احنا نشوف ايه البديل. اول حاجة لازم ان انا ابتدي افهم المشكلة كويس عشان اعرف احط البدائل اللي هتحلها لي. طيب انا هجيب البدائل دي منين؟ عن طريق جمع المعلومات. هبتدي اجمع المعلومات عن ان انا عارف المشكله كويس، هبتدي اجمع المعلومات عن البدائل اللي ممكن تحل لي المشكله دي، وابتدي اشوف مصادر متنوعه بحيث ان انا ايه، كل ما كان عندي بيانات ومعلومات اكتر كل ما اقدر اوصل لقرار احسن. وعادة المعلومات والبيانات دي صنفوها لكذا نوع. عندنا معلومات موضوعية اللي هي بتبين لك أطراف المشكلة، حصلت إمتى، مكانها، بتحصل كل قد إيه، معلومات ذاتية دي بقى اللي هي من وجهة نظري، من خبرتي في الموضوع ده قبل كده، من قرارات خدتها في حاجة شبه دي، دي معلومات ذاتية. ومعلومات تتعلق بالمعوقات اللي هي انا مثلا اتحطيت في الموقف ده قبل كده وواجهني مشكله معينه فانا عارفها، فابتدي اشوف اجمع معلومات بالنسبه للمشكله دي ازاي ممكن احلها لو واجهتني برضه. ابتدي بعد كده خلاص جمعت المعلومات اللي انا محتاجها عشان ابتدي احط البدائل. ابتدي بقى احط البدائل، بس لازم احط في دماغي وانا بحط البدائل شويه معايير كده او شويه نقط لازم أركز فيها وأنا بحط البدائل.
أول حاجة السياسات المطبقة في المنشأة والوضع الخاص به، عشان ما ينفعش أحط بديل مش متوافق مع سياسة المنشأة. برضو الفلسفة بتاعة المنشأة، عشان أحط بديل متماشي مع فلسفة المنشأة. الموارد المالية، عشان أبقى عارف إمكانياتي، البادجت بتاعي، أنا ممكن أحط بديل بره البادجت. الوقت المتوفر لاتخاذ القرار، طبعا كل ما كان عندنا وقت ناخد القرار كل ما هنقدر نجمع بيانات أحسن، كل ما هناخد قرار أحسن. إنما في بعض الأحيان ما بيبقاش عندنا وقت، زي مثلا ما اتحطينا في موقف الكورونا ده، احنا ما كانش عندنا وقت نقعد نفكر. هو ما كانش قدامنا أسهل حاجة نعملها، لأن احنا محتاجين ناخد قرار سريع، كانت الأبحاث، وعملنا الأبحاث عشان إيه؟ ده أسرع حل ممكن نعمله بحيث إن احنا نلحق نغطي الامتحان. الاتجاهات الفكرية والمنطقية عند المدير، لازم برضو نشوف الرؤية بتاعة المدير، اتجاهاته ايه. ما ينفعش مثلا احط حاجة مش متماشية مع شخصيته ولا دماغه، فأكيد هيرفضها. تطبيق التفكير الابتكاري المعتمد على التوقع مما يساهم في تصنيف وتفكير إدارية، طبعا احاول ان انا احط حاجة كرييتيف، وابتدي ايه احط ايه ارتبهم كده، اعمل رانكينج للمعايير اللي انا بقيم على اساسها. زي مثلا قلنا لما بتيجي تشتري عربية مثلا، انت اهم حاجة عندك سعرها الاول، بعد كده مثلا استهلاك البنزين، بعد كده السيفتي، بعد كده الرفاهية واللوكسوريوس بتاع العربية من جوه، وهكذا. طيب احنا دلوقتي ابتدينا حطينا بدائل، وعرفنا هنفاضل البدائل حسب اولوياتنا ايا كان احنا هنحددها هي ايه. هنبتدي بقى نختار البديل الامثل اللي هيحل لنا المشكلة بتاعتنا. طيب وانا بختار البديل ده لازم هبص على المعايير بقى. اهم حاجة، اول حاجة، ان البديل ده لازم يكون بيحقق لي الهدف اللي هو يحل لي المشكلة. برضو لازم يبقى فيه البديل ده متوافق مع القيم والسياسات المنشأة زي ما قلنا. برضو لازم نشوف السرعة بتاعة البديل ده، لأن احنا قلنا في قرارات محتاجين فيها سرعة، ممكن البديل ده ما يكونش مطلوب بالسرعة دي، فلازم برضو أقرر أنا محتاج السرعة في اتخاذ القرار قبل. برضو طبيعة المعلومات، يعني احنا قلنا كل ما المعلومات كانت زيادة كل ما هنختار أحسن. مدى توافق البديل ده مع البيئة المحيطة بالمنشأة، يعني هل متماشي مع السوق والبديل ده هيتقبله مثلا المستهلك، وهكذا. طيب خلاص أنا بقى بصيت على المعايير دي وبصيت على البدائل واخترت البديل الأمثل، وابتديت بقى بعد ما أنا اخترت البديل الأمثل ابتديت أنفذ، خدت القرار. طيب انا خدت القرار، هل الموضوع خلص؟ لا، لازم نتابع اتخاذ القرار عشان نقدر بعد كده مع الوقت نبتدي نحسن من كفاءتنا. هي الخبره بتيجي منين؟ هي الخبره بتيجي من ان احنا بنقعد ناخد في القرارات. مش كل ما فيش بني ادم يعني بياخد كل القرارات صح، ممكن يبقى حتى قرار صح بس كان ممكن يبقى احسن. فهي دي، لازم نبتدي نتابع القرار بتاعنا عشان نتاكد ان القرار ده هو كان القرار الصحيح اتاخد في الوقت المناسب بالشكل المناسب واللي قاموا بتنفيذه الاشخاص المناسبين. يبقى لازم اختار الوقت المناسب ان انا هعلن عن القرار ده عشان اقدر اشوف افضل نتائج واقدر احقق النجاح والهدف اللي انا عايز اوصله. برضو لازم اهتم ان انا اشوف القرار ده هل ادى المردود اللي انا محتاجه، هل المديرين عرفوا ينفذوه وهم مسؤولين عن متابعته وجاب النتيجة المطلوبة ولا لا. طبعا كل ما احنا نبتدي نتابع في القرارات كل ما هنجمع داتابيز بعد كده تساعدنا ان احنا نحسن من القرارات بتاعتنا، لان احنا اوريدي اتحطينا في مواقف مشابهة. نبتدي بقى نجمع معلومات عن الموضوع ده، نقول والله كان المفروض نعمل كذا، لا القرار ده كان هيبقى احسن بالطريقة الفلانية، او لا القرار اللي احنا خدناه ده كان هو امثل قرار. كل الحاجات دي لما نحطها في داتابيز مع الوقت نقدر بعد كده لما يواجهنا اي قرار جديد نستخدم الداتابيز القديمه دي عشان نقدر ناخد القرار المناسب. اهميه القرارات الاداريه، زي ما قلنا مفيش حاجه نقدر نعملها او ندير اي شركه او اي منظمه من غير ما ناخد قرارات. القرارات دي حاجه لابد منها، فهي ليها طبعا اهميه كبيره جدا. اول حاجه الاهميه العلميه، إن هي أداة نقدر نستخدمها في الشركات عشان ننفذ العمليات الإدارية المتنوعة، فهي أهم أهمية فيها إن هي
نعتبرها كأداة من أدوات الاستراتيجية بتاعة الشركة، إن هي تنفذ العمليات بطريقة متناسبة ومتوافقة مع السياسات العامة للشركة. برضو عندنا الأهمية العملية. الأهمية العملية أول حاجة طبعا إن هي تساهم في توضيح سلوك المديرين المسؤولين من خلال تحديد طبيعة العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على المسؤولين في اتخاذ القرارات في الإدارة، لأن طبعا لما تيجي تاخد قرار هيبتدي يبان مين المدير المسؤول ومين المدير اللي بياخد قرار بشكل مناسب، ومين المدير اللي بيحب إيه يرمي على غيره هو اللي ياخد القرار عشان ما يتحملش مسؤوليته. برضو بتعتبر القرارات الإدارية دي وسيلة لقياس قدرة المديرين على تنفيذ وظائفهم، لأن لو هو مدير كويس وما بيعرفش ياخد قرارات طب هيبقى إيه الفايدة بتاعته؟ هو لازم ياخد قرارات صحيح، لازم يبقى عنده الحكمة إن هو يعرف ياخد قرار صحيح. برضو بتدعم دور الرقابة على النشاطات الإدارية، لأن أنا دلوقتي خدت قرار بتابعه بشوف هل القرار ده أدى المطلوب ولا لأ، ده نوع من أنواع الرقابة. برضو ممكن نستخدمها أداة قانونية، لأن إحنا مثلا اللي بياخد القرار واللي بيمضي عليه هو المسؤول عنه، لو حصل أي نتائج مترتبة عليه هو اللي بيتحملها. بعد كده هنتكلم عن أركان القرارات الإدارية. هي نوعين، أول حاجة الأركان الشكلية. طبعا الأركان الشكلية دي اللي هي اللي تخلي القرار صحيح، زي مثلا الاختصاص، إن البني آدم ده اللي خد القرار ده يكون أصلا عنده السلطة والاختصاص إن هو ياخد القرار ده. هل مثلا أنا دلوقتي ممكن آخد قرار والله يا جماعة إحنا هنعمل الميد تيرم أونلاين، هل ده قرار صحيح؟ لأ. ليه؟ لأن أنا مش جهة اختصاص، دي مش سلطتي أنا، أنا لازم من إدارة الجامعة هما اللي يجوا يقرروا حاجة زي دي. فده أول ركن، الاختصاص، إن البني آدم اللي خد القرار هو اللي يكون اللي عنده السلطة إن هو ياخد القرار ده. تاني ركن عندنا هو الشكل والإجراءات. الشكل والإجراءات دي بقى لازم تكون معمولة بشكل صحيح، يا إما إيه القرار هيطلع غلط في الآخر ومش هيطلع. يعني مثلا لو أنا بكتب الـ القرار كتابة لازم يكون مكتوب بالشكل الصحيح، بالطريقة اللغوية الصحيحة، مختوم وممضي من الناس اللي المفروض يختموه ويمدوه، كل الكلام ده عشان يبقى قرار صحيح. طيب لو أنا مثلا عندي شخص عنده السلطة عمل قرار وطلعه ومش مختوم ولا ممضي، هل ده قرار صحيح؟ لا، مش قرار صحيح ولا حد هينفذه إلا لما يجيله القرار مختوم وممضي. فهو ده الشكل بتاع القرار. بعد ما خلصنا الأركان الشكلية هنبتدي نخش في الأركان الموضوعية. الأركان الموضوعية بتنقسم، أول حاجة المحل اللي هو موضوع القرار، اللي هو إيه سبب أصلا القرار ده، إيه الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه والنتائج المترتبة عليه. لازم يكون في شرطين عشان المحل ده يبقى سليم. أول حاجة لازم يكون القرار جائز قانونا ومش مخالف للأنظمة القانونية. يعني مثلا ما ينفعش أنا أطلع قرار بتعيين حد، مثلا لو أنا في جهة حكومية أطلع قرار بتعيين حد وهو في قبليه أقدمية، يعني هما مطلوب في الحاجات الحكومية بيترقوا بالأقدمية، ما ينفعش أرقي حد صغير وكبير لسه ما ترقي. فدي حاجة إيه غير قانونية. أن يكون المحل الخاص بالقرار الإداري متاحا وليس مستحيلا. برضو ان انا اكون عاملة قرار قابل للتنفيذ، ما جيش مثلا اعمل قرار مثلا انه طالب مثلا في سنة تانية هيتعين معيد، ده حاجة مستحيل، حاجة مش اوبشن اصلا. فلازم لما انا اختار قرار لازم يبقى قرار قابل للتنفيذ. بعد كده عندنا السبب، هو مجموعة من الحالات المادية والقانونية
التي تسبق اتخاذ القرارات الإدارية وتساهم في دفع الجهة الإدارية لاتخاذ هذه القرارات. يبقى إيه هو السبب أو الوضع أو السيتويشن اللي أنا محطوطة فيه اللي خلاني آخد القرار ده؟ الغاية اللي هو إيه اللي أنا عايزة أوصل لها بقى، هو سعي قرار إداري تنفيذي للمصلحة العامة. يعني مثلا لو أنا عندي قرار مثلا بس في الآخر مش هيبقى في مصلحة الجميع أو مش في المصلحة العامة أو هيضر المجتمع، ده برضو ما ينفعش. لازم أخلي بالي من الغاية اللي أنا عايزة أوصل لها أو النتيجة اللي عايزة أوصل لها بحيث إن هي ما تضرش حد. كده إحنا خلصنا المحاضرة دي، إن شاء الله هنزل لكم المحاضرة اللي بعدها كمان.